صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لحب الزهراء فاطمة حبيبة محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا صاحب النحر الدامي، يا حسين والصدر الضامي والحرم المسلول، روحي يا أبا عبد الله وأرواح العالمين لك الفداء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتني كنت من الطائفين بحضرته مستشهدا لبهجتي مؤانسته. هذه الليلة يستحب المبيت في كربلاء. يا ليتني كنت من الطائفين بحضرته مستشهدا لبهجتي مؤانسته، أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف. السلام على دياركم الموحشات، كما استوحش لكم منا وعرفايات. السلام على الشفاه الذابلات، من يوم أمس جفت الأواني تقول الروايات ولم يكن للأطفال شيء من الماء، اليوم يتصايح الأطفال العطش العطش. السلام على الشفاه الذابلات، السلام
على العيون الغائرات لمغارة عيون أبي عبد الله يا موالي. ليش عيون غارة؟ لثلاثة أسباب. أما الأول فلشدة العطش صار بينه وبين السماء مثل الدخان، وأما الثاني فلكثرة البكاء على فقد الأحب، وأما الثالث فيقرأ غدا عند المصرع حينما جاءه ذلك الحجر. ولا أكمل، السلام على العيون الغائرات، السلام على الخدود المعفرات، السلام على الدماء السائلات. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لمن نرفع العزاء هذه الليلة؟ للذي خاطبه الإمام، روحي له الفداء. تقول الروايات لما سقط الإمام الحسين عليه السلام من جواده أخذ يحبو على الأرض وطرفه إلى السماء: بني مهدي متى تطلب بثأري؟ أبا صالح يا مدرك الثأر كم ترى، وغيظك وار غير أنك كاتم، وهل يملك الموتور صبرا وحوله يروح ويغدو؟ آيا من السرب غارموه، أتنسى أبي الضيم في الطف منفردا تحوم عليه للوداع فواطمه؟ الليلة العلويات يودع عن الحسين يا صاحب الزمان، أتنسى يا أبي الضيم في الطف منفردا يا أين تحوم علي للوداع فوايا يا طمو، أتنسى رضيعا أرضعته قسيهم من النبل ثديين دره الثر فاطمه، فلهفي له مطوق السهم جيده كما زينته قبل ذاك تمائمه، ولهفي له لما أحس بحره وناغاه من طير المنية حائمه، هفى لعناق الصبط مبتسم اللمى يا وداعا، وهل غير العناق يلائم، ولهفي لأم الرضيع وقد دجا عليها الدجا والدوح ناحت حمائمه، أقلته بالكفين ترشف ثغره وتلثم نحرا قبلها السهم لاثمه، بني أفيق من سكرة الموت وارتضع بثديين
إليك على القلب يهدأ غارمه. يا ابني عبد الله انطفت عيني. يا ابني يا عبد الله انطفت عيني يا ضيهل على دربي جديني. سهم صابك وما ذيك ما ذيني ابن حرك ما نبت يا ابن نبت بحشايا. يا ابن الرضيع اي الفطمة النبلة. يا ابني عيب وريد وانقطع حبله. يا ابني عسى امك تدرس وتبله. قل له دايك لا يطيب وداي ابوك النوب داي اللي يفلش ولو سبع قلوب. انا حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب. سكنة ميسرة وانت الفجد يا رباي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عزاء لإمام زماننا رحله الفداء ولتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال لعله يتبادر إلى الأذهان: هل من المناسب في مثل هذه الليلة التي جلت فيها الرزية والمصيبة وعظمت حتى في السماوات أن يتناول الإنسان بحثا ويطرح موضوعا للمدارسة؟ الجواب: حينما نرجع إلى أعظم الشهور هو شهر رمضان، وأعظم ما في شهر رمضان ليلة القدر. وليالي القدر ثلاث، واحدة منها هي ليلة جرح الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، والثانية هي ليلة شهادة الإمام ورحيل الإمام روحي له الفداء عن هذه الدنيا ليلة 21. حينما نرجع إلى النصوص وحينما نرجع إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا فعل في تلك الليلة وما هي وصية الأئمة روحي لهم الفداء؟ وبالتالي الذي خرج من أجله سيد الشهداء ما هو؟ إذا ترجع إلى كتاب مفاتيح الجنان راجع أفضل الأعمال في ليلة القدر ما هو؟ أفضل الأعمال في ليلة القدر هو طلب العلم. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جلس في ليلة القدر في ليلة استشهاده يملي على أولاده وعلى شيعته تلك العلوم. سيد الشهداء روحي له الفداء إنما طلب للإصلاح. أخواني، أول الإصلاح ليس في السلوك، فإن السلوك تبع لفكر الإنسان، فإذا صلح فكر الإنسان صلح سلوكه. ولذا يقول القرآن: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يقول الذي يطرد اليتيم ويحرم اليتيم ويتعامل معه بقسوة وشدة من هو؟
من لا يؤمن بالدين، من يكذب بالآخرة، يعني من اعتقاده فاسد. سيد الشهداء روحي له الفداء، إنما خرج لطلب الإصلاح. والذي يريد أن يقول هذا: إن أصلحتم أفكاركم عقائدكم فأصلحوا أفكار وعقائد غيركم. ولذا ماذا وارد عندنا في الرواية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، عن إمامنا الباقر روحي له الفداء: أما والله إن أحب أصحابي إلي وأقربهم من هو أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا. والإمام الصادق عليه السلام حينما يأتي ذلك الرجل قال: يا ابن رسول الله، راوي لحديثكم يبث ذلك في الناس ويجدد به قلوب شيعتكم، ولعل عابد من شيعتكم ليس له تلك الرواية، أيهم أفضل عند الله؟ ماذا يقول الإمام روحي له الفداء؟ يقول: الراوي لحديثنا يبث ذلك في الناس ويجدد به قلوب شيعتنا أفضل عند الله من ألف ألف عابد. وهو الذي يقول: ليت الصياط، مع حب الإمام لشيعته، مع اعتزاز الإمام بمواليه، يقول: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. ويقول: إن مسألة يتعلمها الإنسان في الحلال والحرام أفضل عند الله من الدنيا بما فيها. فلا بد أن نهتم بالذي اهتم به أئمتنا روحي لهم الفداء. هذه الليلة نريد أن نتعرض إلى مطلب: إن كان البعض منا قد اشتبه في فهمه فليصحح فهمه، وإن كان فهمه صحيح لهذا المطلب فعليه أن يصحح أفكار ومفاهيم الآخرين التي خطأت في مثل هذا المطلب. الكلام أخواني في الآية المباركة من سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حينما يتضح لك تفسير هذه الآية كم ستعتز بما تحمل من فكر، ولعل البعض لا يدري بمضامين هذه الآية، ولكن الله عز وجل شرح صدره للهدى وشرح صدره للإيمان. أخواني، إذا نرجع إلى مفسري إخواننا السنة، ما هي الآراء المطروحة في هذه الآية، يعني في نزول هذه الآية؟ قطعا لا بد أن تكون هناك مناسبة نزلت فيها هذه الآية. المفسرون منهم كانوا على ثلاثة أقسام. القسم الأول، التفتوا أخواني ولاحظ التلاعب في كتاب الله ولماذا خرج سيد الشهداء، ولاحظ التحريف في الأفكار، وإذا كان كتاب الله لم يسلم في تأويله وتفسيره فقطعا سنة النبي صلى الله عليه وآله تبدل وتغير، وبالتالي ستعرف كم قيمة هذا المذهب وكم قيمة أولئك الذين جاهدوا ودافعوا وحافظوا على هذا المذهب ليصل إليك كما أراد الله عز وجل. الرأي الأول، قالوا أن هذه الآية نزلت في الخليفة الثالث عثمان بن عفان، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ترقى أوسع، قال: هذه الآية نزلت في كل مؤمن يموت، كل مؤمن يخاطب من قبل رب العزة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الرأي الثالث لعله أدق،
قالوا هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله عليهم أجمعين. هذه آراء مفسري غير أتباع أهل البيت. نحن أي رأي من هذه الآراء نختار؟ هذا هو المطلب العلمي الذي نريد أن نتعلمه هذه الليلة. كم مرت على مسامعنا هذه الآية؟ نريد أن نقف على مطالب فيها. لا نقبل أي رأي من هذه الآراء الثلاثة، ليس عنادا لإخواننا، لا، وإنما لأن هذه الآراء مخالفة للضوابط العلمية. أما أولا فلا يوجد دليل على رأي من الآراء التي طرحوها، لا دليل من القرآن ولا نص عن معصوم يقول أن هذه الآية نزلت في فلان أو في فلان أو في فلان، ماكو نص. وأنا بالنتيجة إذا ماكو دليل، لا دليل قرآني لا دليل عقلي لا دليل نقلي لا روائي، أنا ما مستعد أن أقبل. وباكر هم يجي واحد يلعب في كتاب الله ويقول لي هاي الآية مثل آية التطهير اللي يستحيل أن تكون قد نزلت في نساء النبي، يستحيل. ليش؟ لأنه ما عندنا وحدة من نساء النبي تدعي أنها مست حقائق القرآن، لأنه من كان مطهر لا بد أن يمس ماذا؟ حقائق القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. ما عندنا وحدة من نساء النبي تدعي أنها قد أحاطت ومست حقائق القرآن وقلب القرآن. ليس المس المس اليدوي والمس المادي والجسدي، وإنما مس وإدراك حقائق القرآن، والقرآن يقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فغدا تحرف كثير من الآيات، فإذا لم يكن هناك دليل له قيمة علمية أنا ما مستعد أقبل أي رأي من الآراء. هذا أولا. ثانيا، هذا الرأي لم يقبل لأنه مخالف للنص الوارد عن المعصوم الذي هو عدل القرآن. النبي صلى الله عليه وآله بحديث الثقلين، حديث متفق عليه عند كل المسلمين ومتواتر، قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. عترته ماذا؟ الأقوال التي ترد عنها. فماذا قالوا في هذه الآية لا يوافق ما قال أولئك المفسرون. هذا الرأي الثاني أو الأمر الثاني الذي لأجله نرفض التفاسير أو القول في أسباب نزول هذه الآية الثلاثة. الأمر الثالث، الدليل الثالث الذي لأجله لا نقبل هذه الأقوال الثلاثة، هو مفردات الآية والقرائن التي فيها والشواهد. إذا ضممنا إليها آيات قرآنية كثيرة فإنها تصرح وتصرخ باستحالة نزولها في الثلاثة الذين ذكروا، سأبين لك، لا أطيل عليكم كثيرا. ما هي مفردات الآية التي ترشد إلى عدم إمكان نزول هذه الآية في هؤلاء الثلاث الطوائف؟ أخواني، أولا في الآية نداء، النداء من قبل الله عز وجل، يا أيتها النفس، هذا واحد. ثانيا وصفها بأنها مطمئنة، اثنين. ثالثا وصفها بأنها راضية مرضية. رابعا النداء لها بأن ترجع وتدخل وين؟ إلى عباده، تدخل في عباده. وخامسا كلمة جنتي. ما راح أعتقد أنه نكمل المطالب كلهن، لكن بمقدار طلب علم في مثل هذه الليلة العظيمة يحصل إنسان أجر طلب العلم ويدخل السرور
على قلب سيد الشهداء عليه السلام كم هي الفرحة التي ستدخل لقلب الزهراء عليه السلام حينما ترى هذا الشباب الذي جاء من الساعة الخامسة، ولعل بعضهم قبل الساعة الخامسة، ومنشد يتعلم كلمة في دينه. كم هو السرور الذي يدخله على قلب الزهراء عليه السلام، وما أحوج الزهراء عليه السلام للسرور في مثل هذه الليلة. ذكرت لكم أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن لأمنا فاطمة في كل يوم شهقة، في أي يوم؟ في غير عاشوراء، لها في كل يوم شهقة. فما هي الشهقة التي للزهراء عليه السلام في هذا اليوم؟ ماذا يقول إمامنا روحي له الفداء؟ ألا تكون ممن يسعد فاطمة؟ يعني يخفف عنها تلك الشهقة بأي شيء؟ بالبكاء. قلنا البكاء ماذا؟ البكاء منبعه الحب. الحب شنو منبعه؟ منبع الحب والمعرفة، الذي يحب من يعرف، أما من لا يعرف لا يحب، وقد يتحول إلى مبغض. فالزهراء عليه السلام كم يدخلها من السرور حينما ترى هذه الحشود من الشباب، وبعضهم جاء من محافظات، بل بعضهم جاء من دول أخرى إلى هذا المجلس، وبعضهم من عادته أن يتوجه إلى كربلاء، لكن توجه إلى مجلس الحسين، لأن الوارد عندنا أن مجلس الحسين كقبة الحسين عليه السلام. أبدأ معك من كلمة فادخلي في عبادي. كلمة في عبادي تمنع الإنسان من تلك الآراء الثلاثة، وإذا أكو آراء أخرى دون ما طرحه أهل البيت عليهم السلام أيضا يكون مرفوض. ما هو الربط بين كلمة عبادي وبين ما ندعي؟ أخواني، لابد أن نرجع إلى عباد الله عز وجل في القرآن. فارجعوا إلى سورة الفرقان، وقد تحدث الله عز وجل عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أذكر فقط وصفين من أوصافهم. الوصف الأول: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، واحد. الوصف الثاني: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هؤلاء قطعا قرأوا القرآن. لا يمكن أن يكون الإنسان واصل إلى هذه الدرجة ولم يكن قد اطلع على كتاب الله عز وجل، فلابد أنهم يعرفون من هو المتقي، ويعرفون من الذي يكون إمام. التفتوا أخواني، لعلك هذا المطلب ما سامعه اسمع الآن، وإذا سامعه تذكر الآن. أخواني، الإمامة لما هذا الإنسان يجي يتجرأ يطلب من الله عز وجل أن يعطيه مقام الإمامة، لابد ماذا؟ لابد أن يكون فاهم لما يدعو. وللإمامة شرائط، على أساسها يعطى الإنسان مقام الإمامة. أول شرط من شرائط الإمامة أن لا يكون من الظالمين. من هو الظالم؟ قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالم. من هو الظالم؟ ذلك ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هؤلاء لما يقولون ربنا اجعلنا للمتقين إماما، لابد أنهم يكونوا قد وصلوا إلى حالة تعد الظلم،
وعدم التعدي لحدود الله ولا في صغيرة ولا كبيرة. هذا أولا. ثانيا لابد أنهم يعلمون أن الإمامة لا تعطى لا سيما إمامة للمتقين وليس إمامة لعامة الناس، أن الإمامة لا تعطى إلا لصاحب يقين، وأنتم تعلمون أن صاحب اليقين منكشف له الغطاء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كشف له الغطاء ليكون من الموقنين. فالإمام ماذا يقول القرآن؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم أصحاب يقين، يعني الغطاء منكشف لهم. فهؤلاء حينما يطلبون الإمام من الله عز وجل للمتقين لابد أن يكونوا قد وصلوا إلى مرتبة اليقين، يعني انكشف لهم الغطاء. هاي صار اثنين. لا، الإمامة شرطها الصبر، ولذلك تقول الآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا. وأنتم تعلمون أن الصبر ليس الصبر، فإن بني إسرائيل صبروا ولكن لم يجعل كل بني إسرائيل أئمة وأنبياء، وإنما ثلة كانت التي أعطاها الله عز وجل الإمام. فهنا نجي، هؤلاء الآية تقول ادخلي في عبادي، فلابد أن تكون لها صفات عباد الله. نرجع إلى عباد الله عز وجل، أنهم طلبوا من الله عز وجل أن يجعلهم أئمة للمتقين، والإمامة تستوجب ثلاث شروط، وما أريد أتحدث عن الشرط الرابع، قضية الابتلاء ما أريد أتحدث عنه. إذن صبر ويقين وبعد وأن لا يكون ظالم. إخواني إذا ملتفتين، هؤلاء طلبوا إمامة من؟ عباد الرحمن. صفتهم أنهم يطلبون الإمامة للمتقين، إذن ايش يكونون؟ متجاوزين مرحلة التقوى. يا الله، هذول واصلين متجاوزين مرحلة التقوى، يردون يتقدمون على المتقين يهدون المتقين. الله عز وجل يقولها ادخلي في عبادي، إذن لابد هذه النفس حاملة لمن؟ حاملة لصفات عباد الله. عباد الله عز وجل يردون الإمامة لمن؟ للمتقين. إذن هم متجاوزين مرحلة التقوى. فخل نجي، التقوى ماذا تعني؟ التقوى أول شيء تعني شدة العبادة. ليش؟ لأن القرآن يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن اللي يوصل الإنسان للتقوى هو ماذا؟ هو العبادة. خلي بالك يمي، ما راح أشتت عليك المرة. القرآن هم يقول لي، يقول لي صفة عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذول في حالة عبادة دائمة، ولذلك وصلوا إلى عباد الرحمن. فلما يجي واحد الله عز وجل يقول لي ادخل وياهم، خب دخل واحد من مواصفاتهم، أكو صنخية، أكو مجانسة بينه وبينهم. فإذا لابد أنهم يتعبدون، يبيتون لربهم سجدا وقياما. فخل نجي أول مرة للعبادة وبعدين نجي للتقوى إن شاء الله. العبادة ماذا تعني؟ هاي الكثرة من العبادة يبيتون، شنو معناها؟ معناها أولا إخواني دوام الذكر. هذول في حال ذكر دائم لله عز وجل. خب اللي ذاكر لله عز وجل دائما شبيه الله عز وجل، يقول هذا من أولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار شبيه لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
فهذول لمن يذكرون الله عز وجل كثيرا يعني ذولا من أولي الألباب يعني أصحاب عقول. وأنتم تدرون ذكرنا في المجالس اللي مرت أن وحدة من العطايا لأولي الألباب الحكمة، فهؤلاء لابد أن يكونوا يتمتعوا بالحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. أخواني اللي دائم الذكر لله عز وجل شنو جزائه؟ وعاءه وروحه وسيعه كروح وكوعاء رسول الله. عجيب، هاي وين اللي أقول لك ما ممكن أن نقبل هذا الرأي؟ ليش؟ اسمع، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. اسمعوا أخوان، النبي صلى الله عليه وآله واحدة من كراماته في كتاب الله عز وجل أن الله يصلي عليه والملائكة. يصلي فعل مضارع مستمر، يصلي يعني الله عز وجل يطي في حال عطاء دائم، عطاء دائم، يصلي قاعد ينطيه يعني وعاء وسيع. هل لي ينطي ياخذ، هل لي ينطي ياخذ؟ من اللي شارك النبي صلى الله عليه وآله في هذه الصفة؟ اللي شارك النبي صلى الله عليه وآله في هذه الصفة هو من كان دائم الذكر لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شرح ينطيكم كما أعطى للنبي يصلي عليه فعل مضارع مستمر مع الملائكة، هو الذي يصلي عليكم وملائكة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن لابد هاي النفس اللي دائمة العبادة، عباد الرحمن، عباد الرحمن، لابد أنه لمن يدخل فيها واحد الإنسان يكون مثله. أخوان، إذا كان الإنسان دائم الذكر لله فهو شديد الحب لله، فإن الذكر علامة الحب وفرع الحب. متى ما وجد الحب كما يقول الإمام من أحب شيئا لهج بذكره، هو هذا متفقين عليه. من أحب شيئا، هؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني في حال ذكر دائم لله عز وجل يعني يحبون الله. فارجع للقرآن، اللي يحب الله عز وجل يتبع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، يعني هؤلاء لابد أن يكونوا أتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله. زين، من اتبع الرسول ماذا كان؟ فمن تبعني فأنه مني. فإذا هذه الشخصية لابد أن تكون من رسول الله. هاي صار عندنا الحساب عليك، أنا أعدد لك وأنت أحسد. إخوان، العبادة ماذا تعني؟ العبادة تعني القرب. والدليل الحديث الذي ذكرناه في مجالس مرة في مصادر العامة والخاص، صحيح السند، مشهور الحديث، ماذا يقول؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما دام يتقرب إلي أنا إيش راح أسوي؟ أنا راح أتقرب إليه. كنت يده التي يبطش بها وعينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيت. أخواني، من الذي يكون قريب إلى الله عز وجل؟ لاحظ المطالب في كتاب الله عز وجل. إذا نرجع للقرآن يقل للمقربين أعلى مقاما من الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. المقربون أعلى مقاما منين؟ من الأبرار، هم اللي يطلعون على أعمال الأبرار. لكن خلنا نجي الأبرار، شو وقت يصيرون أبرار؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون. زين، إذا الإنسان يريد يصير من الأبرار لابد أن ينفق بعض مما يحب، فإذا أراد أن يصير من المقربين ماذا ينفق؟ لابد أن ينفق كل ما أحب. الإنسان اللي من الأبرار ينفق بعض ما أحب، مما تحبون بعض. زين، إحنا نقول المقرب أفضل من الأبرار، وهؤلاء من المقربين، إذن ماذا؟ لابد أن لا يكونوا قد أنفقوا بعضا، وإنما أنفقوا كل، لأنه من أراد أن ينال الجنة ينفق البعض، أما من أراد أن ينال البار رب الجنة فلا بد أن يخرج من الكل. من عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فأنا. إذن صار عندنا أسلسلك البحث، هؤلاء عباد، والعابد يعني ذاكر دائم لله عز وجل. العابد الذاكر الدائم يعني محب لله، إذا كان محب لله يعني متبع للرسول، إذا كان متبع للرسول يعني من رسول الله. أخوان، العبادة إيش قلنا؟ العبادة تعني التقوى، من يتعبد الإنسان يحصل التقوى. التقوى ماذا تعني؟ التقوى تعني علم، واتقوا الله ويعلمكم الله. الله عز وجل في هذه الآية قال لي ترى هاي النفس المطمئنة نفس عالمة، شنو الدليل؟ قال لي راضية مرضية. زين، رب راضية مرضية شنو دلالتها على العلم؟ يقول لي ارجع، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن؟ ذلك لمن خشي ربه. من الذي يخشى الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هاي النفس راضية مرضية يعني عالمة، ولذلك إنه لا يمكن أن تصل إلى علم إلا من خلال ماذا؟ من خلال التقوى. أخواني، والذي يدلل على شدة الذكر لهذه النفوس وشدة الحب لله عز وجل أن الله عز وجل وصفها بالاطمئنان، مطمئن. متى تطمئن النفوس؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن إبراهيم الخليل طلب حالة الاطمئنان ليطمئن قلبه. بعد أخواني، هاي النفس شبيه أخواني، أخاف ما ملتفت لهذه الآية، هاي الآية فريدة في كتاب الله. قلب كتاب الله عز وجل من الأول للآخر، فيها قضية ما وجدت في كتاب الله. ما الذي فيها؟ فيها كلمة جنتي. الله عز وجل كم تحدث عن الجنة في كتابه؟ أتحداك تجيب لي آية أن الله عز وجل أضاف الجنة في كتابه إلى نفسه إلا في هذه الآية. قلب القرآن من أول الآخر، تحدث عن الجنان بالجمع وتحدث عن الجنة بالمفرد، ماكو عدنا وحدة من الجنان أضافها إلى نفسه. الإضافة إلى النفس تعني خصوصية. شهر رمضان محل ضيافة الله عز وجل، أضافه الله عز وجل إلى نفسه شهر الله. المسجد الحرام بيت من بيوت الله، أضافه الله عز وجل حجاجة ضيوف الرحمن. هذه الجنة جنة خاصة لطائفة معينة، وهذه الجنة ما ذكرت إلا في هذه الآية. إذن عباد يعني ماذا؟ ولذلك هؤلاء لهم خصوصية في عبادتهم. أبين لك خصوصية عبادتهم أخواني. إذا نرجع إلى سورة آل عمران، مريم على طهارتها، على صلاح والديها، إخلاص أمها، انتقلت اللي تكفلها نبي زكريا هو اللي قام يرعاها، اتفرغت للعبادة، طعام من الجنة، موضع ما مشغولة بشيء آخر، قدرت تتمكن أن تسمع أصوات الملائكة.
اسمعني، هاي العبادات وصلاح الوالدين والعناية اللي فيها وتكفلها النبي تمكنت أن تسمع أصوات الملائكة. الملائكة ماذا قالوا لها؟ يا مريم بعد اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ليش؟ لأنه حتى تكونين مؤهلة لرؤية جبرائيل وسماع جبرائيل. تهيئت مريم بعبادة بعد إضافية. الله عز وجل قاعد يحدثني عن نفس، مو نفس الخليفة الثالث ولا حمزة ولا أي مؤمن، وإنما نفس عتها استعداد أن تسمع كلام الحق مباشرة وليس جبرائيل ولا الملائكة. يعني أقل ما في هذه النفس أنها تداني مقام واحد من أولي العزم، كليم الله عز وجل، موسى كليم الله. إذن ما هي عبادة هذه النفس حتى تكون على استعداد لسماع قول الحق، قول الله عز وجل؟ أخواني لا أطيل عليكم، اتضح أنهم أصحاب تقوى، يعني أصحاب علم، والمتقي صاحب يقين. المتقي صاحب يقين، لأن أول سورة البقرة ماذا يقول؟ هدى للمتقين، اشبيهم وبالآخرة هم يوقنون. من كان صاحب يقين، من كان متقيا كان صاحب يقين. بعد متقي يعني فاهم لكتاب الله عز وجل، مدرك لكتاب الله. اخواني خلنا ارجع الى كتاب الله عز وجل. من الذي ارشدني الله عز وجل اليه انه يحمل هذه المواصفات؟ اخواني تعالوا معي الى سورة الدهر. كل ما ذكرنا من المواصفات موجود في أصحاب سورة الدهر. أول صفة من صفات أصحاب سورة الدهر، عيني يشرب بها عباد الله. عباد الله، التفتوا أخواني، هؤلاء عباد الله. واحد. ثانيا، عاشوا القرب من الله عز وجل. ماذا قال عنهم؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هاي صار اثنين. أصحاب سورة الدهر لم يكونوا ظلمة ولم يتعدوا حد من حدود الله عز وجل. ما هو الدليل؟ الدليل من نفس القرآن ماذا قال؟ إنما نطعمكم لوجه الله. التفتوا أخواني، من الذي يطعم لوجه الله؟ أو من أطعم لوجه الله ماذا يعطيه الله عز وجل وماذا أقر الله عز وجل له؟ قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. التفتوا أخواني، بسورة الدهر يقول لي ذولا قاعد يطعمون ينفقون لوجه الله. هناك شي يقول لي؟ يقول لي اللي ينطي لوجه الله هو من المفلحين. يقول لي إذن أصحاب سورة الدهر من المفلحين، ومن كان مفلحا لا يكون ظالما، أنه لا يفلح الظالمون. فهؤلاء لما كانوا من المفلحين يعني لم يكونوا ظالمين، يعني شرط الإمامة متوفر بيهم، يعني ما متجاوزين ذنب من الذنوب، حد من الحدود ما مرتكبين، يعني شرط الإمامة موجود. إذا ما مرتكبين ذنب يعني شنو؟ يعني متقين. متقين يعني شنو؟ يعني أصحاب يقين، لأنه من كان متقيا كان صاحب يقين. والقرآن يقول لي ذولا أصحاب يقين بالآخرة، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. بعد يقول لي أبين لك يقينهم، وأن أصحاب سورة الدهر وصلوا إلى مقام رسول الله، أبين لك. يقول لي يطعمون على حبه.
مع حاجتهم للطعام يؤثرون. الإيثار شنو؟ أولا الإيثار إخواني ثمرة اليقين، هذا واحد. الإيثار أعلى مراتب التوكل، والتوكل أعلى مراتب الإيمان، فهؤلاء وصلوا إلى أعلى مراتب الإيمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ أقربكم مني منزلا أحسنكم خلقا. يا رسول الله ومن الذي أحسن خلقا؟ قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن ماذا يعني؟ يعني الأقرب إلى رسول الله هو الأكمل إيمانا، وهؤلاء هم الأكمل إيمانا. زين، هؤلاء عندهم صبر أخواني، إيش قد عندهم مواصفات؟ الله عز وجل ما ذكر مواصفاتهم ذيك، إيش قال؟ يقول وجزاهم بما صبر. الغريب أن في سورة الدهر ما قال عن الجنة أنها الجنة معرفة، خلى الجنة نكرة، وجزاهم بما صبروا جنة نكرة، يعني ما تدرك حقيقتها، نكرة ما تعرف حالها، حال الجنة التي قال الله عز وجل لتلك النفس يا أيتها النفس المطمئنة، هذه جنة خاصة، هاي جنة خاصة. إخواني في من نزلت سورة الدهر، وبالتالي هذه الآية على من تنطبق، ومن هنا كيف نعرف سيد الشهداء، روحي له الفداء. وأخاف البعض يعترض علينا أنه تخلدون ذكرى سيد الشهداء، نقول له أن الله خلد الحسين عليه السلام في كتابه يوم كان ابن 4 سنين حينما آثر بطعامه، فحينما يؤثر بنفسه وأولاده كيف لا نخلده؟ فلا بد أن نجعل المصحف كله له، أعني مصحف هذا الوجود، هذا الوجود. إخواني ارجع إلى مصادر العامة والخاصة، أكثر من 50 مصدر بأسانيد معتبرة إن سورة الدهر نزلت في من؟ نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء عباد الله، هؤلاء عباد الرحمن. 3 من هؤلاء العباد رحلوا، بقيت نفس واحدة وهي نفس سيد الشهداء. أرجع إلى إمامنا الصادق عليه السلام، هسه الآن تدرك كلمة الإمام شنو معناها. ماذا يقول الإمام الصادق؟ النفس المطمئنة هي نفس الحسين عليه السلام، وسورة الفجر هي سورة سيد الشهداء، ومن واظب عليها في فرائضه ونوافله حشره الله عز وجل مع أبي عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحسين هو صاحب تلك النفس المطمئنة الراضية المرضية التي غدا يأتيها النداء، التحقي بما رددت في مكة وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف. إخواني الحسين عليه السلام أطعم أسيرا وهو صغير، وخلده الله عز وجل في كتابه، فماذا يفعل الله عز وجل بأبي عبد الله وقد فك ملايين الأسرى من أسر الهوى ومن أسر الظالمين؟ سيد الشهداء أطعم يتيما على صغر سنه على صيامه. إخواني لا تستغرب من صيام الحسين يوم غد، ولا تستغرب من جوع الحسين يوم غد، ولا تستغرب من عواطف أبي عبد الله يوم غد، إن هذه العواطف والمشاعر والمعاناة عاناها سيد الشهداء وهو صغير.
غدا ينظر إلى أطفاله، وهذه الليلة ينظر إلى عياله يرتعشون كما ارتعش في طفولته من الجوع. تقول الرواية: لما دخل الرسول صلى الله عليه وآله في حادثة سورة الدهر وجدهم يرتعشون من شدة الجوع الحسن والحسين. الحسين أخواني أطعم يتيما فخلده الله في كتابه، فكيف إذا سلم بناته يتامى لإنقاذ الملايين من الأيتام؟ هل يوجد أحد قدم كالذي قدمه سيد الشهداء؟ لا والله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ماذا قدم؟ وهذه الليلة من أين أبدأ معك وفي أي مصيبة؟ أحد الخطباء يقول: سنة من السنين شهر رمضان كنت أقرأ، كملت شهر رمضان، آخر ليلة مجلس الأخير يقول توسلت بالزهراء عليها السلام أن توريني أثر عملي، أن أشوف عملي مقبول عدت لو لا. ليلة العيد ومنتظر من البتول روحي لها الفداء أن تتلطف علي بعناية بكرامة. يقول شفت الزهراء عليها السلام بالمنام ما مرتاحت لي، وجهها مو مستبشر بوجه. قلت لها: يا بنت رسول الله ليش؟ أنا خادم ابنك الحسين. قالت: لما لم تقرأ مصيبة ولدي؟ قلت لها: شهر أنا قاعد أقرأ على ابنك يا مصيبة. قالت: لا ما قرأت. قلت لها: عطش الحسين قرأت، أريد أقول لك شنو قدم على مقدار إدراك. عطش الحسين قرأت، غربة الحسين قرأت، وحدة الحسين قرأت، الخيل اللي داست صدره قرأت، جلوس الشمر على أبي عبد الله قرأت، السهم المثل قرأت، الحجر اللي أصاب جبينه قرأت، سقوط من جواده قرأت، قطع رأسه قرأت، فجيع تبع الرضيع قرأت، شلون انذبح ابنه على صدره قرأت، لما قال بني على الدنيا بعدك العفا يم الأكبر قرأت، لما قال الآن انكسر ظهري قرأت، أصحاب أحباء اللي ودعهم واحد واحد وانفجع بيهم قرأت. قلت له: لا مو هذه مصائب الحسين. قلت له: شاوين؟ قلت له: شاوين مصيبة الحسين؟ قلت له: مو هذا إن مصيبة الحسين، مصيبة الحسين حينما ودع أخته زينب. يعني سيد الشهداء مو بس نفسه قدمها والأحبة، أكو أشياء أعز علي من نفسه. والله إن خدر زينب لا يمكن أن يوصف وبأي قيمة. ولذلك الإمام الحجة عليه السلام هذا الشخص اللي يقول له: سيدي أنت تقول لأندبنك ولا أبكين لك بدل الدموع دمع، على أي مصيبة من مصائب الحسين تبكي دم؟ قال: ما على الحسين، لو كان الحسين حي لبكى دم. قال له: سيد الحسين بكى على العباس. قال: لو كان عمي العباس حي لبكى دم. قال له: العباس بكى على علي الأكبر. قال: لو كان الأكبر حي لبكى. قال: الأكبر علي من بكى؟ بالنتيجة قال: إنما أبكي لعمتي زينب. أنقل لك علاقة زينب بأبي عبد الله هاي الليلة فقط الوحيدة الباقية لزينب مع الحسين. من زفوا زينب
لزوجها عبد الله ابن جعفر قبل الزفاف. الإمام بعث على فضة خادمة الزهراء، لأن فضة وراء وفاة الزهراء قالت أنا ما أبقى بالمدينة، ما أقدر أشوف أيتام الزهراء أو بيت الزهراء، ما أقدر، المدينة اللي ما بيها فاطمة ما أقدر أعيش بها. الإمام بعث خلف فضة قالها زينب ما عندها أم وراح يزفونها، أريدك تحضرين بزفاف زينب ترتاح من نشوفك. فضة وصلت متأخرة، فصلت ثالث يوم الزفاف. من وصلت فضة قالها الإمام بوجهك روحي الدار زينب. راحت لكت زينب عيونها حمر، قالت لحبيبتي مو بس انت زفوك وما عندك أم، أمك هم زفوها وما كان عندها أم. قالت لها والله ما أبكي لها. علي من تبكي؟ قالت لها صار لي 3 أيام ما ناظر في وجه الحسين. ثلاث أيام ما شايفة وجه أخوي. اجت فضة المن، اجت الأمير المؤمنين، اش لقت؟ الإمام قاعد وراسه بين ركبه، والحسين قاعد وراسه بين ركبه يبكي، والحسن قاعد يبكي. شنو الخبر؟ الحسين كان نايم، اجت أم الزهراء بالمنام قلت لحبيبي حسين قوم روح لأختك بعد ما عطى طاقة تتحمل. يا الله، زينب تربت من الطفولة ويا أبي عبد الله، ما عدها بس سوات هاي الليلة ويا الحسين عليه السلام. أخواني سيد الشهداء السوى يقولون هاي الليلة سيد الشهداء قاعد يجمع الشوك حول الخيام الحر، يقول انكسر قلبه بعد بمعسكر عمر ابن سعد، يقول من شفت الحسين يجمع الشوك انكسر قلبي على أبي عبد الله. من اللي إجا؟ إجت زينب قلت لأخويا أنت عندك قتال، أنا ألم الشوك بمكانك، أنا فدوة لك أبو عبد الله. قالها لا أخويا زينب، باكر إحنا ننقتل والأطفال تتراكض بهاي الأرض، وأخاف الشوك يدخل برجليهم زينب، باشر ترقضين زينب الليلة مخدرة زينب. الإمام روحي له الفداء، طلع خلف الخيام يتفقد الخيام. نافع ابن هلال يقول شفت الإمام أزعجني خروجه، شلون الإمام يطلع؟ قال من هذا؟ قلت له أنا نافع. قال لي نافع ليش ما تتخذ هذه الليل جمل وترحل عني؟ يقول نزلت على أقدام الإمام أقبلهن، قلت له سيدي أنا عفت أهلي وعفت أولادي وداري لأجلك شلون أتركك؟ يقول بعدين رجعنا أنا والإمام، شفت الإمام دخل إلى خيمة زينب، أنا يقول ظليت برا. زينب تلقت أخوها خلت له سادة تكأ. الإمام يطلع فترة ويرجع الزينب، يطلع فترة ويرجع الزينب، يريد أخته تتروى من عنده هاي الليلة. قلت لأخوي اختبرت أصحابك شفتهم خباكر يخذلونك فخنقته العبرة، قالها امتحنتهم كلهم أوفياء وأنهم ليستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه. نافع السوى راح للأنصار قل للحبيب، قل له أنتوا قاعدين هنا وزينب مرعوبة، زينب ما مطمئنة إنه. فالسوى قلهم اشهروا السيوف انشروا الرماح ذبوا العمائم، اجوا زحف المن الخيمة زينب. السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا عزنا. الإمام قال للزينب قالها أخويا حاشيهم، حاشت حبيب قلت له جزاكم الله خير الجزاء، بس كلمة واحدة أقل لكم، أخوي الحسين ترى غريب، أخوي الحسين غريب. رجعوا الأصحاب، الحسين راد يودع زينب وداعين، عتها وداع اليوم عتها وداع باكر. يقولون كانت زينب قاعدة ودخل، لما راحوا الأصحاب دخل الإمام قال أخويا قومي لي، أخي زينب قوم ليش؟
أريد أحضنك وتحضنيني مثل ما كانت أمتك. شو تقول زينب؟ تقول أمي بليلة بيوم مفاتها دخلتني وياها على بالفراش، خلت صدري على صدره وفمها على منحري وخبلتني، قالت بني زينب سيأتي يوم ترين أخاك الحسين وحيدا غريبا، فإذا رأيتي فشمي نحره قبلي صدره. أخواني يقولون لما كانت زينب الشكل ويا الحسين أجهشت بالبكاء ثم وقعت مغمى عليها، وإذا بصوت من خلف الخيام ينادي واولدا واولدا. زينب أفاقت، قلت لأخويا هذا الصوت المن؟ قال أخي زينب هذا صوت أمنا فاطمة. شنو وصايا الحسين لزينب عليه السلام؟ أول وصية: أخي زينب اذكريني في صلاة الليل. قل أخويا أنت ما تركين ورد الليل، عندك أخو عوش عاش وياك، من تقومين ذكرى أخوك بورد الليل بعد. أخي أخي زينب أوصيكي بأطفالي وعيالي خيرا، أنتوا راح تتعرضون للسبي راح يأخذونه، أخاف يكونون قسات وياهم، أختي أنت رفق بيهم، أنت عوضيهم حناني. قلت لأ أنا بعيني أحفظ لك أطفالك. يلا متهيئ تعز نجري الوصية الثالثة: يا زينب بعد أريد أوصيك لا شفت الشمر يمي. يا زينب بعد أريد أوصيك لا شفت الشمر يمي، خويا لا تلفين للحومة يا اختي بخيمتك تمي. ليش؟ ما اريدش تشوفينه يروي سيفه من دمي. صاحت: واخاه وحسينا اين المنادي ومظلوما. الليله ما حد نايم، ما حد نايم. بعد اكو واحد ما نايم؟ اكو وحده يقولون قاعده بالخيمه، شو تقول لابنها؟ تقول لي: يا ابن الخاطر امك نام يا وليد. الرباب باوع الابن قل له سهران، ليش ما تنام حبيبي؟ يا ابن الخاطر امك نام يا وليد، ترى المني تريد ما يصح بايدي، واكثر من وري ايدك ناشف وري ايدي. اجركم الله في يوم غد يوجد وداع للحسين إلى زينب عليه السلام، لما نرجع نادى أخي زينب: يا رباب يا سكينة يا رقية يا فلان، عليكن من السلام هذا الوداع وقد قرب الافتجاع، التمن حول جواد أبي عبد الله، وحدة تقبل رجله وحدة تقبل إيده. يقولون رقي عليه السلام صغيرة ما تلوح أبوها هو على الجواد، قلت لأبويا انزل من الجواد. عندئذ احتضنها الحسين عليه السلام ينظر في الوجوه، قال: أخي زينب أين الرباب؟ قلت للرباب: بالخيمة ما تقدر تجي تودعه، هم حياء من أبي عبد الله وهم بيمن مشغولة، مشغولة بابنها وما تريد الحسين يشوف ابنه يتلوى من العطش. راحت زينب تجيب، قالها الحسين: جيبي لي ابني خليني أودعه. الرباب تخاطب ابنها تقل له: بحضني ونجاف لعيونك يا ابن وتجذب الون، حضني وشابح عيونك لي وتجذب الون، تريد الماي يا وليدي الماي منين اجيبا، اوديك لابوك حسين
أخافا بك صدع. عبد الله تقول له أبوك كله رحمة حبيبي اتحمل. أخاف على أبوك من يشوفك تحضن وشابح عيونك لي وتجذب الون تريد الماي وليدي الماي مني أنا جيبا أوديك لأبوك حسين أخافا بيك صدعا. أخذت زينب عليه السلام قالت أخي لو عرضته على القوم لعلهم يرحمونه. شاف سيد الشهداء جابه المختار من اللي زم حرمله قل له سولف لي شلون قتلت رضيع الحسين كل شي ما أريد من عندك بس شلون ذبحت الرضيع. قل له إجا الحسين مخلي شيء تحت الرداء ليش الدنيا حار وهو عطشان فكان يظلل لابنه من الحر. يقول خاطبنا قال يا قوم أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني وهذا طفل جف صدر أمه من اللبن فإذا تخافون أنا أشرب الماي أنت أخذوا سكوه. يقول طلع الطفل يقول المختار سأل حرملة قال له ما رق قلبك طفل بريء ما إلى ذنب قال له لا ما رق قلبي من شفته. قال له شنو اللي صار قال القوم اختلفوا بعضهم قال اسكوه بعضهم قال اقتلوه فأشار إلي عمر بن سعد أن احسم نزاع القوم. يقول كان أكو برقع على وجه الطفل حبة ريح رفعت البرقع من وجهه فبديت أبحث عن مكان اللي أضرب به الطفل. قل لي من شفت وجهه وشفت رقبته ما رق قلبك قال لا ما رق قلبي. قال لعين متى رق قلبك يا مؤمنين حتى حرمل يقول رق. قال سددت على رقبة الرضيع ذبحته من الوريد إلى الوريد يا الله. قال لك شنو اللي خلى قلبك يرق قال كانت يداه في القماط فأخرج يديه من القماط واحتضن رقبة أبي الحسين. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. شنو معناها ليش وقع يقول له بابا دخيلك. بابا السهم وجعني. بابا أريد ودعك بعد أقول لك ليش. والله أحد المؤمنين إخواني بعالم المنام يقول شفت حرملة من ذبح الرضيع يقول الجواد مال الإمام قام يرجف حتى الجواد. يقول إيدين الحسين قام يرجفن فالرضيع شلب برقبة أبوه خاف يطيح. شنو الذنب يا ابن العمل الماي حاضر ما شربت كسر خايا عطر مذبوح شفت. سيد الشهداء السو خلى ايديه تحت رقبة الطفل امتلأ الدم. الطفل حس اكو رطوبة بشف والده شبنا ابنا ابوه جاب له مي ولو حار فمد لسانه على كف والده. تلقح سيين دم الطفل بيده اش حايال يشتل بحضنيه وليده سال وترس جفة من وريده وذب للسما وللقاع ما رد. بعد قول جابها الإمام الحسين عليه السلام. أخواني اسمعوا هاي المصيبة عزوا بيها الإمام روحي لهم فداء. الإمام الباقر كان صغير بواقعة الطف يقول شفت جد الحسين من جاب الرضيع خلاه بالخيمة. يقول شفت جد الحسين متحير أول مرة قعد يم الطفل قام كأنه يريد يطلع رجع قعد قام. يقول حسبت الجدي 10 مرات يقوم ويقعد. ليش؟ يقول الحسين متحير
يطلع السهم من رقبة الرضيع له. وحسينا ومظلومة وغريبة أخاف يشلحها وتنقطع رقبة الطفل، أخاف يخليها أم الطفل تشوفه. يا الله، ودع بيد عمته وطلع الإمام قال أخي زينب خذي مذبوح من الوريد إلى الوريد. زينب إجت إلما للرباب، الرباب قلت له زينب أخي هذا يوم كثر واتره وقل ناصره، قتل العباس واحتسبنا والأكبر واحتسبنا والقاسم. قالت أخي من خبر؟ قالت هذا الرضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد. تقل تلالي تلالي يلي شنت بالظلمة تلالي عقبك بقى آيات وحش الليالي. خضعين ترويحت وظليت أسالي ودورا عن يمين وعن شمالي يا وهزا بالمهد والمهايات آيات خالي لا حول ولا قوة إلا بالله.